السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينا فلوغ. اليوم ما شاء الله يا ربي عندي واحد الكوموند ديال فقه صغريبه، قلت علاش لا ما شاركاش معاكم. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه عندي نبدا بها هي الفقص. فقص عندي هنا 6 البيضات، يعني زلافه ديال البيض. ديك زلافه على كل مره شحال كتهز على حسب البيض كداير، تقدر تهز لك 6 تقدر تهز لك 5، المهم كتعبري بنفس الزلافه. زلافه ديال السكر سنيده، نفس الزلافه هي اللي كنعبر بها، وزلافه ديال الزيت نباتيه. هاد المكونات وطبيعه الحال الملحه ما كنساوهاش، مليحه باش كتصحح لنا الذوق. ومعلقه صغيره ديال القرفه، كندير هادشي في الخلاط الكهربائي باش يسهل عليا. وهنا عندي نص كاس ديال المزهر اللي ضفتو. صافي خلطت المكونات ديالي كاملين، ومن بعد غادي نضيف جوج خمارات ديال الحلوه ديال 8 غرام 8 غرام، وغادي نضيف النفع البلدي نص كاس اللي هو بطبيعه الحال منقي، وكاس ديال الزنجلان اللي هو منقي وموصول. وعندي هنا زلافه كبيره ديال اللوز البلدي. بالنسبه للوز انا غير غسلتو، حيت اللوز البلدي كتكون فيه الغبره ما فزكتو ما حتى شي حاجه، وكيتقطع لي يعني بسهوله. هنا عندي الطحين. بالنسبه للطحين انا هز لي هنا كيلو وزدت واحد شي شويه، ماشي بزاف، يعني يقدر يهز لكم كيلو ما كاملش، يقدر يهز لكم كيلو تزيدوا شي شويه. بالنسبه للفقس ما خصكمش تجيبوه قاصح، الا كان قاصح هيتفرتت معكم، ملي تجيو تقطعوا هيتفرتت، يعني يكون واخد حقه. صافي كنجمع الفقس ديالي، ومن بعد كنشكلو يعني بعرود بعرض، يعني قياس لي يناسبكم. ملي تكونوا كتبعدوا الفقاس، يعني داك اللوز ملي تشوفوه خرج حاولوا تدخلوه لداخل. بالنسبه ليا انا كندير اللوز البلدي في الفقاس، كيجي حسن من الرومي، يعني كيجي بنين، وتف تقطع يعني كيجي باين، الاخر صغير ما كيجيش باين. صافي كنكمل الفقاس ديالي كامل. صافي من بعد ما كنكمل الفقاس ديالي كنحاول نبرك عليه من الفوق شي شويه باش كيجيني شويه مبسط على الطريقه. وكناخذ واحد الزلافه اللي درت فيها اصفر بيضه وجوج ديال نيسكافي وشويه ديال المزهر، وكندهن الفقاس ديالي كامل، كنحاول ندهنه كامل. وكناخذ فورشيطه على الظهر ديالها وكنحاول نجر هكا بهذه الطريقه. وصافي كندخلو الفران اللي عندي شاعله من التحت حتى كيطيب، ومن بعد تشعل عليه من الفوق، يعني ما يتحمرش بزاف، يعني ياخذ قياسه. وصافي هنا الفقاس ديالي غادي نلويه واحد الدريره اللي هي فازقه شي شويه ماشي بزاف، وغادي نخليه ليله كامله. هنا خليت الفقاس ديالي ليله كامله، ولا اللي درتو في الصباح تخليوه حتى العشيه، المهم يبرد مزيان باش هكا ما يكونش عندكم الفقاس فيه كسور نهائيا. انا كنحيد من نوعي داك الرويس، وصافي ما تيكونش فيه كسور. كتاخذوا واحد الموس اللي هو ماضي، وكتقطعوا الفقاس ديالكم كما بغيتوا. بغيتوا يجي لكم كبابر كتقطعوا شي شويه مايل، بغيتوا عادي كتقطعوا عادي، الاختيار كيبقى لكم. صافي كنقطع الفقاس ديالي وكنستفو وكندخلوا الفران. هنا غادي ندوز نحضر غريبه. هنا عندي زلافه ديال اللوز، اللوز اللي هو رومي، بغيتو ديروه بالبلدي بطبيعه الحال ديروه، اللي شديتو حمرتو في الفران. وهنا عندي زلافه ديال الزنجلان اللي موصول ومنقي وحمرتو في المقله. هنا عندي كيلو ديال الطحين، الطحين نوع الجيد، وكنضيف بطبيعه الحال ديما مليحه. هنا داك اللوز شديت نص ديالو طحنتو مزيان ونص هرمشتو. بالنسبه للزنجلان حتى هو نص طحنتو ونص خليتو هكاك صحيح. وكندير داك المكونات. هنا عندي سكر سنيده زلافه، بغيتو غريبه ديالكم تجيكم فيها داك القرمشه كديرو سنيده، بغيتو هاد الجفتيتيه كديرو سكر كلاسي، انا كنفضل سنيده. هنا عندي معلقه كبيره ديال القرفه اللي غربلتها، وهنا عندي 200 غرام ديال الزبده النوع الجيد، يعني ماشي نباتيه باش تجيكم غريبه بنينه. هنا عندي ثلاثه الخمارات ديال 8 غرام 8 غرام، وعادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحبوب، هذا هو السر ديال الغريبه باش كتجينا مشقه.
صافي، هنا كنحاول نخلط المكونات ديالي كاملين مزيان حتى كنحس بدك الزبده، يعني دخلات في الطحين مزيان مابقاتش كتبان. عاد من بعد كنبقى نزيد الزيت بشويه بشويه وانا كنخلط حتى كتجمع لي غريبه ديالي. بالنسبه للزيت انا هزات لي جوج زلايف اونص ديال الزيت. كديروا الزيت وبشويه بشويه، يعني ما كديروهاش بدقه واحده، كديروا بشويه بشويه وانتم في نفس الوقت كتخلطوا وكتعركوا باش غريبه ديالنا كتقلنا داك الزيت، يعني ما كتاخدش معنا الزيت اللي هي كثيره. كتحاولوا تعركوها مزيان، يعني غريبه ما تخافوش منه. صافي كنشكل واحد الكويره كنشوفها واش مزيان، ودابا غادي ندوز غادي نحك ديك العجينه ديالي كامله في هذه الحكاكه. الطريقه كتساعدنا باش غريبه ديالنا كتشقق لنا. صافي بغيتو دوزوها جوج مرات دوزوها، بغيتو مره مره اللي بغيتو، كل ما دوزتيها كل ما مزيان. صافي من بعد ما كنسالو عاوتاني كنعركها شي شويه، ومن بعد كنشكلها كويرات بطبيعه الحال القياس اللي يناسبكم. يحاولوا يكونوا الكويرات اللي هما قد قد. بالنسبه للثياب ديال الغريبه، انا عندي الفران شاعل يعني سخون عين من الفوق من تحت طافي، كندخل غريبه ديالي حتى كتشقق وكتاخد واحد اللوين اللي هو زوين، ومن بعد كنطفي من الفوق وكنشعل من التحت وصافي، يعني ما كتاخدش بزاف ديال الوقت دغيا كطيب. صافي من بعد ما كتخرج غريبه ديالي ما كنقيسهاش، كنخليها حتى كتبرد، حيت الا قصتها عادي يعني عادي خسر الشكل ديالها كتفرتت. كنخليها حتى كتبرد مزيان وكتشد في راسها وعاد كنجمعها. وهذا هو الشكل النهائي ديال طلبية ديالي ديال فقس وغريبة. كنتمنى على فيديو تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند الحسن ظن ديالكم، كنتمنى تشجعوني باش نتشجع ونزيد نعطيكم اكثر. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.